مشاهدينا الكرام، اهلا بكم ولنشر في اخبار عمان من مركز الاخبار بتلفزيوني سلطنه عمان. اهلا بكم ونبدا باهم العناوين. جلال السلطان المعظم يتلقى برقيه تهنئه من معالي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمناسبه يوم القوات المسلحه. بتكليف سام من جلالة السلطان المعظم، سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد يغادر البلاد غدا متوجها إلى تركيا لترأس وفد السلطنة في مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائي في اسطنبول. انطلاق أعمال المؤتمر العالمي الثاني لمنظمة السياحة العالمية ومنظمة اليونسكو حول السياحة والثقافة في مسقط. السلطنة الثانية عربيا للسنة الثانية على التوالي في الأمن الغذائي العربي. مرحبا بكم للتفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا جلال السلطان المعظم لفخامته الصحة والسعادة وللشعب الكيني الصديق التقدم والنماء. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمناسبة يوم القوات المسلحة فيما يلي نصها. مولاي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 11 من ديسمبر يوم مشهود من أيام التاريخ العسكري العماني، فعند إشراقة هذا الحدث التاريخي بكل ما يحمله من معان عالية نستذكر معه بكل الإجلال والتقدير أولئك الرجال البواسل الذين أخلصوا وناضلوا من أجل مسيرة النهضة المباركة وبناء عمان كما يجب أن تكون دولة حضارية متقدمة مشرقة بإرثها الإنساني الحضاري البعيد، وقدموا لبلدهم أشرف ما يقدمه الجندي الأمير لوطنه والتضحية بكل غال ونفيس. وبهذه المناسبة الجليلة يشرفني يا مولاي ويشرف قواتكم المسلحة الباسلة وجميع منتسبي وزارة الدفاع أن نرفع إلى مقام جلالتكم السامي أجل التهاني وأبلغ عبارات الأمان، رافعين كف الدعاء إلى المولى جلت قدرته بأن ينعم على جلالتكم أبقاكم الله وهذا الوطن الأبي نعمة الأمن والسلام، وأن يحفظكم قائدا وعاهلا لهذا الوطن العزيز. مولاي حضرة صاحب الجلالة، إن الاحتفال بيوم قوات جلالتكم المسلحة يأتي تكريما من لدن جلالتكم لجندكم الأوفياء وترجمة لإدراكهم بأن صناعة تاريخ الأمم ينبثق من مواقف تضحية والإخلاص لأبنائها وإسهاماتهم الحضارية في مسيرة التطور الإنساني، وتاريخ كل أمة ما هو إلا تلك البصمات الواضحة والمشرفة التي يطبعها أبناؤها المخلصون الذين يصنعون تاريخ أمتهم ببذل كل غال ونفيس، ليظل وجه الأمة مشرقا تباهي به أمام مفاخر الأمم الأخرى وإنجازاتها، وسيظل هذا اليوم متوشحا بقدرة أبناء عمان على تجاوز الصعاب والتحديات والسير بخطى واثقة نحو آفاق المستقبل في صور شتى من عطاءات وطنية لا تنضب من أجل رفعة عمان ومنعتها. مولاي القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن قواتكم المسلحة وجميع منتسبي وزارة الدفاع وهم يعيشون هذا اليوم الأغر ليعبرون بوفاء وولاء عن خالص الشكر والعرفان لجلالتكم على استمرار رعايتكم وعنايتكم، معاهدين جلالتكم بمزيد من الإرادة القوية والعزيمة الصادقة والإصرار على تذليل الصعوبات والتحديات والعمل بكل إخلاص وتفان في سبيل رفعة عمان وبناء حاضر مشرق والإعداد لمستقبل زاهر كريم.
فقوات جلالتكم المسلحة يا مولاي هي دائما رهن إشارتكم الكريمة وطوع توجيهاتكم السديدة، مبتهلين إليه تعالى في ضراعة بأن يحفظكم عاهلا وقائدا لهذه المسيرة المباركة، وأن يديم عليكم نعماءه ظاهرة وباطنة. حفظكم الله يا مولاي ورعاكم ذخرا للوطن، وأمدكم بعونه وتوفيقه، وسهل لكم مسعاكم، إنه لنعم المولى ونعم النصير. وكل عام وجلالتكم بموفور الصحة والسعادة، وقواتكم المسلحة في قوة وازدهار وعزة وانتصار. بناء على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، يغادر البلاد غدا صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، متوجها إلى جمهورية تركيا لترأس وفد السلطنة في مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائي المقرر عقده بعد غد الأربعاء في مدينة اسطنبول التركية. ويرافق سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان وفد رسمي يضم كل من معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي وزير العدل، ومعالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، وسعادة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان المكلف بتسيير أعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، وسعادة السفير السيد الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، وسعادة السفير قاسم بن محمد الصالحي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية تركيا، وسعادة السفير محمد بن ناصر الوهيبي رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوزارة الخارجية، وسعادة خليفة بن حمد البادي وسعادة سيف بن أحمد الصوافي مستشارين بمكتب صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان. تراث السلطنة قائم على أسس يعتد بها على المستوى العالمي، هذا ما أكده صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء خلال رعايته للمؤتمر السياحي العالمي الثاني في مسقط. المؤتمر الذي تعقده منظمة السياحة العالمية ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع وزارة السياحة يشارك فيه نحو 700 شخص من داخل وخارج السلطنة يمثلون 70 دولة حول العالم. خمسة نقاط أساسية، أولا علينا أن نعتمد صناعة السياحة في بلاد السلام، هكذا جاء تعبير منظمة السياحة العالمية في المؤتمر العالمي الثاني المنعقد في مسقط. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو من جانبها وصفت تراث السلطنة الثقافي بالمزدهر الضارب في عمق التاريخ، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة السياحة أن الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040 وضعت لتسريع خطوات التنمية السياحية تحقيقاً للتنويع الاقتصادي. السياحة في عمان الفضل فيها في نشاط سياحي لصاحب الجلالة منذ البداية، وجلالته يحث على تطوير القطاع السياحي والاهتمام بالتراث في هذا البلد، ولله الحمد كان هناك سياسة للترميم، ترميم القلاع والحصون والبيوت الأثرية، وعمان تزخر بهذه الثروات. أنا فقط كلمة مناشدة لأبنائنا المواطنين الذين وإخواننا المواطنين الذين يمتلكوا بيوت أثرية وقد تندثر مع الوقت، على أن يهتموا بهذه البيوت الأثرية. قام زوج محبة. وبالتوازي مع ذلك، فإن أبعاد التحديات التي تواجه القطاع السياحي العالمي بحثها أكثر من 700 شخص شاركوا في المؤتمر قادمين من 70 دولة للخروج بنتاجات ترسم خريطة مستقبل السياحة
تنعكس على النمو الاقتصادي في بلدانهم في قطاع قادر على الصمود أمام الأزمات. عمان هي المكان المناسب. التزامن اللي يحصل في عمان كما قلت اليوم في كلمتي بين السياحة والثقافة تزامن رائد وتزامن يعني يعتبر قدوة وحسنة، بما أنه عمان اليوم حقيقة تاريخيا وكما ترى أمامك المواطن العماني، وهذا بدأ من القيادة العمانية سجادة السلطان قابوس يحفظه الله، هو الذي بدأ واستمر على أن هذا النهج أنه يكون هناك التراث العمراني محترم ويكون مرئي ويكون في كل عناصر الحياة سواء في تصرفات المواطنين أو في مظهرهم أو في المباني. أينما تنقل نظرك في السلطنة هنا ترى أناس وترى مباني وترى تراث ثقافي يعبر عن أصالة خاصة، وبالتالي هناك مقومات طبيعية للأصالة الثقافية في السياحة العمانية. السياحة والثقافة وجهان لعملة واحدة، فالثقافة خطت بمكوناتها منتجات سياحية جذبت شرائح السياح باختلاف مشاربهم، والسلطنة رائدة في هذا المجال بما تملكه من ثراء ثقافي وتنوع في التضاريس. هناك من أقصى الشمال في رأس مسندم إلى تخوم مدينة ضلكوت في أقصى الجنوب. تتسابق دول العالم باتجاه تطوير اقتصادها من القطاع السياحي، حيث جاء هذا المؤتمر ليؤكد على أن السلطنة تمضي قدما نحو الحفاظ على التراث المادي وغير المادي في ظل ما تملكه من موارد طبيعية وإرث حضاري كبير. فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط. هذا وأشاد صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بوسائل الإعلام العماني، وأن جهود العاملين فيه مقدرة. الإعلام المعتدل الذي أثبت وجوده في الاعتدال وفي التعاطي مع الأحداث بشكل يعني لا يؤثر على الغير ولكن يساعد في الداخل ويساعد أيضا في العلاقات مع الخارج، هذا الإعلام يستحق الإشادة. نشيد بهذا الإعلام ونشيد برجال الإعلام، والجهود التي تبذل من قبلكم فعلا مقدرة. وعلى هامش المؤتمر العالمي الثاني للسياحة والثقافة، تم التوقيع على اتفاقية إدارة فندق موفنبيك مسقط بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون ريال عماني. يقع فندق موفنبيك مسقط ضمن مشروع متكامل متعدد الاستخدامات، يضم الفندق فئة 4 نجوم ومكاتب عصرية وشقق ومحلات للتجزئة، ويقع في أكثر مناطق العاصمة حيوية في مسقط. وحول المؤتمر العالمي الثاني للسياحة والثقافة، ينضم معنا في الاستوديو الدكتور حمد بن محمد المحرزي، عضو الفريق العلمي باللجنة الرئيسية للمؤتمر. يعني مؤتمر بهذا الحجم، ما الذي يمثله بالنسبة للدور التكاملي بين منظمة السياحة العالمية وأيضا منظمة اليونسكو في تعزيز مكانة السلطنة كوجهة سياحية عالمية؟ بداية شكرا على الاستضافة جيهان. طبعا دور السلطنة دور رائد في المنظمات الدولية بما فيه منظمة السياحة العالمية ومنظمة اليونسكو، وتقديرا لهذه الجهود لجهود السلطنة في هذا المجال وفي مجال التنمية المستدامة أيضا، تم اختيار السلطنة كمقر للمؤتمر الثاني للثقافة للسياحة والثقافة تحت شعار تعزيز التنمية المستدامة. وحقيقة هذه السنة تم اختيارها من قبل منظمة الأمم المتحدة من خلال منظمة السياحة العالمية كسنة التنمية المستدامة، والتي تأتي أيضا ضمن أجندة الأمم المتحدة ل2030. نعم. تحت أي بند يقع هذا المؤتمر بالنسبة لأهداف التنمية 2030؟
طبعا المؤتمر يخدم العديد من البنود ال 17 اللي تم الاتفاق عليهم في 2015 من جميع دول العالم تحت مظلة الأمم المتحدة، لكنه بشكل مباشر يخدم البند 15 و 16 اللي يعنى بالتنمية المستدامة للمجتمعات المحلية والحفاظ على الهوية. طيب، على امتداد يومين، اليوم بدأ هذا المؤتمر ويمتد إلى الغد، مشاركة السلطنة في المحاور المطروحة؟ طبعا المحاور اللي يتم طرقها في خلال اليومين هي عبارة عن محاور يتم الاتفاق عليها من خلال المفاوضات أو المشاورات ما بين الدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية واليونسكو. تم الاتفاق على العديد من هذه المحاور، وأكيد هذه المحاور حكومة السلطنة وزارة السياحة إلها رأي في هذه المحاور اللي تم الأخذ الاعتبار في بما فيها دور السلطنة في تعزيز السلام، أو دور السياحة عفوا في تعزيز السلام، وهذا محور الجلسة الخاصة اللي بيتم اليوم إن شاء الله. طيب، 70 دولة تشارك في هذا المؤتمر، ما هي فرص الاستفادة، تبادل الخبرات في هذا المؤتمر العالمي الثاني؟ فرص كبيرة، فرص هائلة. الفرصة الأكبر أيضا اللي هو تأكيد دور السلطنة في الإدارة المستدامة في مختلف القطاعات بما فيها السياحة. طبعا 70 دولة، 70 مشارك، 70 وفد، هذه حملة ترويجية كبيرة للسلطنة. بجانب ذلك أنا أكد على أهمية هذا المؤتمر، بيخدم أو بيوضح أهمية دور السلطنة كعضو رائد في منظمة السياحة العالمية وفي تعزيز القوانين والأطر اللي تستخدمها منظمة السياحة العالمية في تحفيز الإدارة المستدامة. طيب، في مثل هذه المؤتمرات كيف يمكن للسلطنة أن تستفيد من تقديم تراثها المادي والغير مادي الموثق والذي هو في طور التوثيق عبر هذه المؤتمرات النوعية؟ السلطنة حاليا والزملاء في وزارة السياحة حاليا طبعا بيتم طرق العديد من المواقع هذه من خلال النقاشات اللي سوف تجرى خلال هذا اليومين. أيضا من خلال الحوار مع منظمة السياحة العالمية ومنظمة اليونسكو، وجودهم هنا، أخذهم لهذه المواقع، اطلاعهم على الجهود السلطنة في الإدارة المستدامة لمثل هذه المواقع، بالإضافة إلى تحديث بعض القوانين لدى منظمات دولية مثل منظمة اليونسكو ومنظمة السياحة العالمية، المساهمة في تحديث القوانين لتخدم الدول مثل سلطنة عمان. نعم، شكرا لك الدكتور حمد بن محمد المحرزي، عضو الفريق العلمي باللجنة الرئيسية للمؤتمر العالمي الثاني للسياحة والثقافة. شكرا جزيلا. تحتفل القوات المسلحة بذكرى 11 من ديسمبر من كل عام، وقد حققت العديد من الإنجازات في مختلف الجوانب التنظيمية والتدريبية والتسليحية، وحظيت القوات المسلحة باهتمام سام ورعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه على امتداد سنوات النهضة المباركة. تحتفل اليوم السلطنة بيوم القوات المسلحة المجيد ذكرى 11 من ديسمبر من كل عام، وقد حققت قوات السلطان المسلحة العديد من الإنجازات في مختلف الجوانب التنظيمية والتدريبية والتسليحية، لما حظيت به من اهتمام سام ورعاية كريمة من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. هذا وتنظم أسلحة قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني احتفاء بهذه المناسبة المجيدة عدة احتفالات في مختلف الألوية والتشكيلات والقواعد والوحدات، وذلك تحت رعاية عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين، تعبيرا عن جلال مناسبة 11 من ديسمبر يوم القوات المسلحة، واعتزازا بما وصلت إليه قوات السلطان المسلحة من تقدم وتطور، وتقديرا للدور الرائد الذي تقوم به والمتمثل في الذود عن حمى الوطن الغالي والدفاع عن منجزات ومكتسبات النهضة العمانية الشاملة. وبهذه المناسبة السنوية المتجددة يسر قادة قوات السلطان المسلحة التقدم بأجمل التهاني والتبريكات لكافة منتسبيها
فلهم كل التقدير وعظيم الثناء على خدماتهم الجليلة نحو هذا الوطن الغالي في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. الإيمان بالله، الولاء للسلطان، الذود عن الوطن، يعيش جلالة السلطان قابوس المعظم، يعيش جلالة السلطان قابوس المعظم، يعيش جلالة السلطان قابوس المعظم. في هذا اليوم الأغر الماجد احتفل الجيش السلطاني العماني بذكرى 11 من ديسمبر يوم القوات المسلحة الباسلة وذكرى 7 من ديسمبر يوم المتقاعدين، وقد تحقق له العديد من الإنجازات بفضل الاهتمام والرعاية الساميين من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. 11 من ديسمبر يوم القوات المسلحة يوم تاريخي للقوات المسلحة وحظيت قوات سلطان مسلحة بشكل عام والجيش السلطان العماني بتطور كبير، وبهذه المناسبة نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بهذا اليوم المبارك. أصبح الجيش السلطاني العماني قوة ضاربة يعتد بها، حيث زودت ألويته وتشكيلاته بأسلحة ذات تقنية متطورة، وجرى انتهاج مخطط تدريبي يتناسب وتقنيات تلك الأسلحة وفق منظور حديث، وتجرى تدريبات متواصلة لتعزيز الكفاءات القتالية. اعتبر هذا اليوم يوما تكريما أيضا وساما نعتز به على صدورنا ككافة متقاعدين من هذه القوات المسلحة. الجيش السلطاني العماني يجري باستمرار خطط تدريب متواصلة تمكنه من الوفاء بمتطلباته العملياتية وواجباته الوطنية والتكيف مع استراتيجية بناء المنظومة العسكرية العمانية المتكاملة، سواء من خلال إجراء التحديثات لنمط الوحدات وتطويرها، أو من خلال استحداث تشكيلات متخصصة قادرة على الحفاظ على أمن هذا الوطن الغالي. 11 من ديسمبر يوم من أيام النهضة العمانية الحديثة التي شكلت منعطفا تاريخيا مهما فحفر في ذاكرة الزمن ليظل مصدر فخر واعتزاز لرجال عمان الأوفياء المخلصين تحت ظل القيادة الحكيمة لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة أعزه الله من ميادين الرماية بالجيش السلطاني العماني الرائد سعيد بن حمد الغيلاني مسقط. إن يوم 11 من ديسمبر ليوم مشهود من أيام التاريخ العسكري العماني، يوم فخر من مفاخر النهضة العمانية الحديثة التي أرسى جلالته قواعدها وشيد أركانها وقدم مسيرتها بكل عزم واقتدار. نفخر باعتزاز شديد أن نرى قوات السلطان المسلحة والفرق الوطنية وهي تترقي على سلم التحديث السليم بلا تفريط ولا إفراط. نتمنى لهم التوفيق والنصر، والله تعالى نسأل لعمان الخير والأمن والأمان. لواء المشاة 11 وقوات الفرق بالجيش السلطاني العماني أصبحت بفضل ما تحقق من إنجازات وتطوير وتحديث في كافة المجالات على مدى سنوات المسيرة المباركة محل فخر واعتزاز، من خلال ما زودت به من أحدث الأسلحة ذات التقنية المتطورة وانتهاج للمخططات التدريبية التي تتناسب وتقنية تلك الأسلحة وفق منظور حديث. هنا تؤكد قوات المسلحة على الاستمرار في المضي قدما للرغي بإمكانيات وقدرات هذا الوطن الغالي. احتفال الجيش السلطاني العماني بيوم القوات المسلحة يأتي تخليدا لهذا اليوم الماجد في ذاكرة كل من يعيش على أرض عمان الغالية، حيث سطر فيه أبناء قوات السلطان المسلحة البواسل ملحمة تاريخية يناضل فيها الجندي العماني بسلاحه وعقيدته لترسيخ وتثبيت ركائز النهضة العمانية الحديثة.
سيظل يوم قوات السلطان المسلحة رمزا وطنيا عسكريا يجدد فيه الجميع الولاء والإخلاص للوطن والقائد، لتعم بشائر خيراتها وإنجازاتها كافة ربوع بلادنا الحبيبة. الملازم أول ناصر بن خميس الكلباني، محافظة ظفار. تأتي ذكرى 11 من ديسمبر المجيد، يوم القوات المسلحة، في الوقت الذي تشهد فيه قوات السلطان المسلحة تطوراً متنامياً في شتى المجالات العسكرية والعلمية والأكاديمية، تماشياً مع المهام الجسام المناطة إليها في الذود عن حياد الوطن العزيز وصون منجزاته ومكتسباته الغالية. 11 من ديسمبر يوم فخر واعتزاز لجميع منتسبي قوات السلطان المسلحة، وهم بذلك يعاهدون الله جلت قدرته بأن يكونوا الدرع الحصين والحماة المخلصين لهذا الوطن الأبي ولقائده المفدى. حيث احتفل الجيش السلطاني العماني بقيادة قطاع مسندم بهذا اليوم المجيد. الاحتفال بدأ بسلام الشرف، عقب ذلك قدم طابور المشاة عرضا بالمسير العادي، فيما قدمت موسيقى الجيش السلطاني العماني مقطوعاتها الموسيقية العسكرية، كما قدم أبناء محافظة مسندم قصائد شعرية تجسد هذه المناسبة المجيدة. شاركت في حفل يوم قوات السلطان المسلحة بإلقاء قصيدة شعرية، وأنني فخور بهذه المشاركة. كما تضمن الحفل فقرات متنوعة اشتملت على القفز المظلي والحر تابعة لمظلات السلطان عمان، بالإضافة لعروض الفرق الحماسية. الحمد لله، قوات السلطان المسلحة مثل مولانا صاحب الجلالة إنجازاتها كبيرة في شتى المجال، ونحن هنا في محافظة مسندم والحمد لله ننعم بمنجزات النهضة المباركة في كافة المجالات، وقوات السلطان المسلحة الحمد لله متواجدة، وأيضا دورها في هذه التنمية دور مشهود عليه. يأتي احتفال الجيش السلطاني العماني بيوم القوات المسلحة من كل عام تأكيدا لمدى عظمة هذا اليوم الخالد في نفوس منتسبيه. الملازم أول أحمد بن عبد الله الصبحي، محافظة مسندم. استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بمكتبه اليوم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مبعوث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والوفد المرافق لسموه الذي وصل إلى البلاد اليوم لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو السيد تركي بن محمود آل سعيد. وقد نقل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خلال لقائه بصاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد خالص تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصادق مواساته إلى جلالة السلطان المعظم أبقاه الله، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يحفظ جلالة السلطان المعظم ويديم عليه لباس الصحة والعافية ومديد العمر، وألا يريه مكروها في عزيز. من جانبه حمل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل نقل تحيات جلالة السلطان المعظم إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين وتمنيات جلالته الطيبة له بدوام الصحة والعافية والعمر المديد. كما أعرب سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد عن خالص الشكر والتقدير لجلالة ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على مبادرتهم الطيبة وتعازيهم الخالصة، داعيا المولى القدير أن يجنبهم والشعب السعودي الشقيق كل سوء ومكروه. وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يرافقه معالي عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، قد قام بزيارة قصيرة للسلطنة اليوم
لتقديم التعازي في وفاة صاحب السمو السيد تركي بن محمود آل سعيد عليه رحمة الله، وكان في استقبال سموه والوفد المرافق له وتوديعهم خلال زيارتهم البلاد صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، وصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، وصاحب السمو السيد كامل بن فهد آل سعيد، ومعالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، ومعالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط، وسعادة السفير عيد بن محمد الثقفي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة وعدد من أعضاء السفارة. السلطنة تحقق المرتبة 28 على مستوى العالم في الأمن الغذائي. هذا ما أكده معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية في الندوة الإقليمية عن النظم الغذائية المستدامة لأنماط غذائية صحية وتغذية محسنة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. كمان زيادة الساكنية السريعة ومحدودة المواد المائية. الندوة الإقليمية عن النظم الغذائي المستدامة لأنماط غذائية صحية وتغذية محسنة تستعرض العديد من الموضوعات التي تخص الأمن الغذائي والتغذية. الندوة الإقليمية الأولى من نوعها على المستوى العالم فيما يتعلق بنظم الغذاء المستدامة والأنماط التغذوية المحسنة، تم اختيار السلطنة لأنه بيئة جاذبة بالحقيقة، وأيضا على النجاحات التي تحققت في البلاد. السلطنة اليوم تحقق للسنة الثانية على التوالي ترتيب الثاني على المستوى العربي فيما يتعلق بالأمن الغذائي، وترتيب 28 على المستوى العالمي. تحقق هذا الشيء الحقيقة من خلال مجموعة من السياسات الخاصة بالأمن الغذائي، توسعنا في الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني والسمكي. الندوة تهدف إلى تعزيز النظم الغذائي المستدام من خلال تطوير سياسات عامة بداية من الإنتاج وحتى الاستهلاك. توسعنا في الاستثمار في مجال الغذاء بشكل كبير في داخل السلطنة، وبالتالي مقابلة احتياجاتنا قمنا ببناء منظومة المخازن والصوامع على مستوى السلطنة، كذلك خففنا ووضعنا مجموعة من الحوافز الاستثمار في مجال الغذاء. هناك ضرورة لنظرة شمولية لموضوع التغذية، وهذه هي أهمية هذه الندوة، ولذلك ترون شراكة واسعة بين جميع هيئات الأمم المتحدة التي تعمل في هذا الميدان، وهذه لأول مرة يحصل مثل هذه الشراكة على هذا النطاق الواسع. على مدى يومين تناقش الندوة العديد من المحاور من بينها نظم غذائية لأنظمة غذائية صحية وبرامج الحماية الاجتماعية لتحسين التغذية وتغذية الأم والطفل في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. عمان هي الدولة الأولى التي قامت بتدعيم الأغذية في هذه المنطقة منذ عام 1998، حيث اتخذت هذا الإجراء بسبب وجود مشكلة الأنيميا عند الأطفال أقل من 5 سنوات وأيضا عند الحوامل. فمجرد بدأت تدعيم الطحين بالحديد والفوليك أسيد صار تحسن كبير في التشوهات الخلقية في العمود الفقري، فأصبحت الحين السلطنة هي نموذج إقليمي يضرب به المثل في هذا البرنامج. يأمل القائمون على هذه الندوة الخروج بتوصيات من شأنها رفع مستوى الأمن الغذائي والتغذية. فاطمة بنت يحيى الحجرية، مسقط. في إطار الحرص الذي توليه السلطنة والمملكة المتحدة الصديقة لتعزيز التعاون القائم بينهما، استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه الفريق أول السير نيكولاس باتريك كارتر رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البريطاني. تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض مسيرة العلاقات الطيبة التي تربط الجانبين في كافة المجالات وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، كما تم التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. واستعراض مجالات التعاون العسكري بين السلطنة والمملكة المتحدة كانت في صلب مباحثات معالي السيد بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع مع الفريق أول السير نيكولاس باتريك كارتر
رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البريطاني، كما تم خلال الاجتماع بحث التحضيرات والاستعدادات لتمرين السيف السريع 3 الذي سيقام في السلطنة العام المقبل بين قوات السلطان المسلحة والقوات المسلحة البريطانية. انطلقت في العاصمة الكويتية فعاليات المؤتمر الدولي السادس علاقات عمان بدول المحيط الهندي والخليج، والذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. في صاحب المؤتمر معرض للوثائق تحكي علاقة السلطنة ودورها التاريخي والحضاري مع دول المحيط والخليج. رعى حفل افتتاح المؤتمر معالي الشيخ علي جراح صباح الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت. على امتداد التاريخ أبحرت صواري المجد من عمان لتجوب البحار والمحيطات، حاملة خيرات أرضها وبحرها، وقبل هذا حاملة أخلاق العمانيين وسمتهم الأصيل الذي جعلهم مضرب المثل في كل دولة رست سفنهم فيها. ولهذا يجتمع 45 باحثا ومختصا من 15 دولة حول العالم ليستعرضوا هذا التاريخ المشرق في المؤتمر الدولي السادس علاقات عمان بدول المحيط الهندي والخليج، والذي يختار شقيقة الكويت لتقديم فعالياته في دورته الجديدة. هذا الاحتفال البهيج الذي شهدناه خلال هذا اليوم هو يعبر على حسن هذا التنظيم وحسن هذه العلاقة وما سخر لها من الإمكانات الكفيلة بنجاح هذا المؤتمر. ونعتقد الحضور في هذه القاعة الممتلئة بالباحثين والدارسين وشغوفين بالسماع إلى أوراق العمل جدير بالاحترام والتقدير. اختيار دولة الكويت لاستضافة المؤتمر يأتي تكاملا مع العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، واستحضارا للتاريخ المشترك والروابط الاستراتيجية العريقة حين كانت سفن دول الخليج تجوب المحيط الهندي جيئة وذهابا، وكان النواخذة الخليجيون يتبادلون الخبرات على سفن مشتركة، فضلا عن العلاقات السياسية والاقتصادية والحضارية والروابط الأسرية والاجتماعية المتعددة. لا شك علاقتنا ثنائية كبيرة وعميقة متجذرة بالتاريخ منذ القدم. مثل هذه المؤتمرات والمعارض توضح للأجيال الحديثة ما هي العلاقات وما هي عبق التاريخ اللي موجود في السلطنة. المؤتمر وعلى مدى 3 أيام يتناول 5 محاور رئيسية هي: المحور التاريخي والسياسي، المحور الجغرافي والسكاني، المحور الاقتصادي والاجتماعي، المحور الأدبي واللغوي والثقافي، ومحور الوثائق والمخطوطات والآثار. وسيضم المؤتمر 45 بحثا تتناول الفترة من القرن 17 وحتى القرن 19 لإيضاح الروابط التاريخية لعمان بدول المحيط الهندي والخليج العربي، بالإضافة إلى الارتباط التاريخي والجغرافي والسياسي والاقتصادي. احنا حريصين كل الحرص ان هذه المؤتمرات في اطار العلاقه الثقافيه بين دوله الكويت وعمان ان تستمر في كل الجوانب، ليست فقط في الجانب هذا ولكن في الجوانب الاخرى، للتواصل مع مبدعيها والمتميزين في مجال العمل الثقافي. يصاحب المؤتمر المعرض الوثائقي والذي يضم 10 أركان مختلفه تقدم لزائريه تطوافا بصريا بين زوايا التاريخ العماني وحاضره المشرق، بالإضافة إلى وثائق ومخطوطات نادرة وركن لإصدارات هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. يواصل المؤتمر الدولي السادس علاقات عمان بدول المحيط الهندي والخليج جلساته حتى 13 من ديسمبر الجاري، فيما يستمر المعرض الوثائقي حتى 16 من الشهر نفسه. موفد تلفزيون سلطنة عمان إلى دولة الكويت، سالم بن عبد الله الرحبي. فترتنا الإخبارية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وفيها بعد الفاصل. السياحة البيئية الزرقاء حلقة نقاشية تبحث الوعي البيئي وتحدياته بالسلطنة.
وسط نجاحات وإنجازات في القطاع المصرفي وخدمة المجتمع، احتفى بنك مسقط بالذكرى 35 لانطلاقة مسيرة البنك الناجحة. ونظم البنك بهذه المناسبة احتفالية كبرى بالمقر الرئيسي بمرتفعات المطار، وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد. شهدت الحركة المصرفية في السلطنة نجاحات وإنجازات في خدمة الفرد والمجتمع، ومنذ انطلاقته في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي أكد بنك مسقط جدارته المالية في تمويله المشاريع الشخصية ومشاريع المؤسسات ليحتفل بمرور 35 عاما على انطلاقة مسيرته، لتصل أصول أمواله أكثر من 10 مليارات ريال عمانية. هذه 35 سنة من الجهد المتواصل والعطاء المتواصل لم يأتي من فراغ، ولكن أتى من طبعا من جهود عمانية أبناء البنك المخلصين، سواء على مستوى مجالس الإدارات أو الإدارات التنفيذية في هذا البنك. وطبعا يعني الجميع يقدر دور هذا البنك في طبعا الخدمات المصرفية في الوطن، وطبعا تقديم الخدمات المناسبة. ساهم بنك مسقط في دعم الاقتصاد العماني من خلال تمويل المشاريع التمويلية ودعم الشركات والمؤسسات والأفراد وتوفير فرص الاستثمار في كافة المجالات باستخدام أحدث التقنيات الحديثة التي واكبت التطورات التنموية بالسلطنة، ليحقق البنك نسبة تعمين وصلت 94%. نمى البنك إلى موقع الريادة، ونحن يعني سائرون في هذا النهج بإذن الله، والبنك سيستمر في العطاء، سيستمر في خدمة المجتمع العماني، سيستمر في تقديم ما هو حديث وجديد في قطاع المال والأعمال. بنك مسقط استطاع أن يحقق نسبة تفوق 94% تعمين كوادر شابة قادر على تحمل المسؤولية في مختلف المجالات، في مختلف القطاعات في البنك، سواء القطاعات التكنولوجية، قطاع الخدمات، قطاع الموارد البشرية. ومن جانب المسؤولية المجتمعية، كان بنك مسقط سباقا لخدمة المجتمع من خلال تدشين المبادرة الوطنية بصمات ودعم المشاريع الطلابية والمؤسسات وأسر الضمان الاجتماعي. وقد نجح بنك مسقط طوال السنوات الماضية من تحقيق العديد من الإنجازات، توجت بجوائز محلية وإقليمية ودولية على دوره البارز في تقديم الخدمات والمنتجات والتسهيلات المصرفية التي تلبي احتياجات الزبائن. صالح بن حمد الحبسي، مسقط. انطلقت بمسقط أعمال الوحدة التعليمية الثانية من البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية التي ينفذها معهد تطوير الكفاءات بديوان البلاط السلطاني. البرنامج الذي يستمر على مدى 5 أيام يركز على دور المديرين التنفيذيين في قيادة الأداء وإدارته للمستقبل في سياق القطاع الحكومي. البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية الذي ينفذه معهد تطوير الكفاءات بديوان البلاط السلطاني يصل إلى مرحلته الثانية، وهي مرحلة تنفيذ الخطط التنافسية الدولية المرسومة في المرحلة الأولى، بحيث تركز على تمكين القدرات التنفيذية لمديري العموم ومساعديهم ومن في مستواهم، كما تسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. دراسات الحالة التي تقدم في هذا البرنامج هي في الحقيقة وثيقة الصلة بالممارسات على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو المحلي، وهي بذات بالتالي تبني الكفاءات والقدرات عند المشاركين في هذا الجانب. العمل من أجل تطوير هذه الكفاءات العمانية مهم جدا، وخاصة في هذا الوقت نعمل معهم لتطبيق كافة المهارات القيادية التنافسية في مختلف المجالات. الوحدة الثانية من البرنامج تعمل على إقامة حلقات عمل إبداعية تركز على تصميم وتنفيذ الابتكار اللازم لتمكين التعاون بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنفيذ تمرين جماعي لمحاكاة الواقع الذي يركز على التأثير الاستراتيجي والتفاوض، كما يقوم بتدريب عملي لتخطي عوامل الفشل في المشاريع المتعلقة على التنافسية الدولية.
تعتبر استكمال للوحدة الأولى اللي كانت في أكسفورد في سبتمبر الماضي. احنا بدينا في برامج متخصصة في القيادة وأخذنا نماذج كثيرة على أساس التنافسية أيضا، استعرضنا لتجارب كثير من الدول في هذه الأمور، والآن بدأنا في بعض المحاور التخصصية. ننظر في هذه الوحدة إلى كيفية الانتقال من مرحلة التخطيط المشاريع إلى مرحلة التنفيذ، وفي مرحلة التنفيذ بالذات كيف تكون تجاوز التحديات وكيف يكون التركيز على عوامل نجاح المشاريع. ويعد البرنامج الوطني المبادرة الأولى من نوعها الموجهة للقطاع العام في السلطنة من أجل تمكين القدرات التنفيذية بالقطاع الحكومي من قيادة التحول الإداري وتعزيز القدرة التنافسية للسلطنة على المستوى العالمي، ويشمل 4 مراحل. الوحدة التعليمية الثانية تركز على تمكين المشاركين في دراسة الاقتصاد الوطني والعوامل الرئيسة التي تسهم في جذب الاستثمار في وقت تشهد فيه السلطنة تنامي ملحوظ في تدفق الاستثمار الأجنبي. يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط. السلطنة واحدة من الدول الرائدة التي نجحت في تفعيل التصديق الإلكتروني عبر مختلف دوائرها ومؤسساتها الحكومية. هذا ما كشف عنه المنتدى الإقليمي الأول للتقييس في التصديق الإلكتروني والثقة الرقمية، والذي أكد أيضا على ضرورة تفعيل نظام التصديق الإلكتروني في كافة مؤسسات الدولة لضمان خدمات سريعة وأمنة. التصديق الإلكتروني هو منظومة أمنية متكاملة يقدم كافة أنواع الشهادات الرقمية، فهو الحل التقني الذي يساعد مستخدمي الإنترنت على تبادل المعلومات بأمن وسرية، وهو الذي يسهل على المواطنين والمقيمين إنجاز معاملاتهم تحت ظروف آمنة وسريعة. والهدف الرئيسي لهذا المنتدى، الهدف هو يعني إنشاء هذه الشبكة للتعاون ما بين البلدان في المنطقة العربية والمنطقة الأفريقية، حتى أولا يتم تبادل التجارب الموجودة في البلدان العربية. هنالك بعض البلدان الرائدة في هذا المجال، ونذكر منها مثلا سلطنة عمان والجمهورية التونسية ودولة الكويت، وبالتالي هنالك دروس ناجحة يمكن أن نستخلصها وننشرها في بقية العالم العربي. المستوى الذي نطمح إليه هو أن يتم هنالك اتفاقيات التبادل والاعتراف المتبادل بين هذه البلدان في مسألة الإمضاء الإلكتروني والتصديق الإلكتروني. هنا في هذا المنتدى الإقليمي الأول للتقييس في التصديق الإلكتروني والثقة الرقمية الذي تستضيفه مسقط، دار حوار مجتمعي ومؤسسي واستعراض لنجاح تجربة السلطنة في تفعيل أنظمة التصديق الإلكتروني الآمن وتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال. أهمية التصديق الإلكتروني بالنسبة للمواطن هي تساعده على الدخول الآمن للأنظمة الحكومية، وأيضا تساعده على إجراء التوقيع الإلكتروني بدل التوقيع التقليدي، والذي يستوجب الحضور الشخصي للمواطن والمقيم في مقر تقديم الخدمة. وبالنسبة للتصديق الإلكتروني في الهاتف المتنقل، ندعو كل المواطنين إلى استبدال شريحة الاتصال الحالية بشريحة داعمة للتصديق الإلكتروني من شركتي الاتصالات عمان تل وأريدو، ثم تفعيل التصديق الإلكتروني عبر موقعنا الإلكتروني. المركز الوطني للتصديق الإلكتروني كشف في المنتدى عن إصدار أكثر من 10 ملايين شهادة للتحقيق من الهوية والتوقيع الإلكتروني في البطاقات الشخصية، وإصدار أكثر من 55,000 شهادة للتوقيع الإلكتروني والتحقق من الهوية في بطاقات الاتصالات الداعمة للتصديق الإلكتروني للهواتف النقالة. ويوفر المركز خدماته ل26 مؤسسة حكومية وخاصة. وباكتمال منظومة التصديق الإلكتروني في كافة مؤسسات الدولة، سيوجد قاعدة بيانات آمنة تضمن السرية والشفافية والدقة في مختلف التعاملات، ولعل أبرز مميزاته الثقة الرقمية والتخلص من التهديدات الإلكترونية واسعة الانتشار. اختيار السلطنة لاستضافة المنتدى الإقليمي الأول للتصديق الإلكتروني والثقة الرقمية بسبب تقدمها في تقديم خدمات التصديق الإلكتروني ونجاحها في ربط المؤسسات الحكومية بأنظمة التصديق الإلكتروني. محمد بن عمير الهنائي، محافظة مسقط.
أخبار عمان مستمرة من مركز الأخبار. ننتقل إلى جولة مع أخبار المحافظة. ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر طالبا وطالبة في 20 برنامج أكاديمي احتفل بتخريجهم من كلية الشرق الأوسط. دفعة هذا العام جاءت ضمن خمس حفلات تخرج للحاصلين على عدد من المؤهلات في جملة من التخصصات. 1313 طالبا وطالبة في 20 برنامجا أكاديميا أصبحوا جاهزين لسوق العمل وخدمة الوطن بعد تخرجهم من كلية الشرق الأوسط. هذا التخصص هو يعني له دور كبير في مؤسسات الدولة. طبعا في الفترة الأخيرة توجهت السلطنة في تدشين هذا التخصص يعني زيادة الجرعات العلمية في مجال الوثائق والمحفوظات. بعد هذا التخرج نطمح للتطوير والعمل المبادرات في بيئات العمل من أجل تحسين الوثائق وحفظ واحترام الوثيقة من أول صدورها وحتى يتم المصير النهائي لها سواء كانت بالحفظ النهائي أو بالإتلاف. دفعة هذا العام جاءت ضمن 5 حفلات تخرج للحاصلين على مؤهلات الدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس والدراسات العليا وشهادات الدراسات العليا في برامج تقنية المعلومات والهندسة وإدارة الأعمال وإدارة الوثائق والمحفوظات. إن شاء الله راح أواصل إلى الماجستير في هذا التخصص، وأن هذا التخصص له أهمية كبيرة مو فقط كمؤسسات، كذلك أيضا لك أهمية كأنت كشخص تحفظ ذكرياتك تحفظ وثائقك. فرحة بالنسبة لي، أنا كانت حلم أني أكمل دراستي الجامعية وأخذ الدبلوم وإن شاء الله ناوي على البكالوريوس. هذا وحصلت كلية الشرق الأوسط على موافقة وزارة التعليم العالي لعرض برنامجين أكاديميين جديدين لمرحلة البكالوريوس، وهما برنامج الإدارة اللوجستية بارتباط أكاديمي مع جامعة بريدا للعلوم التطبيقية في هولندا، وبرنامج هندسة الأجهزة والإلكترونيات بارتباط أكاديمي مع جامعة كوفنتري بالمملكة المتحدة. كما افتتحت الكلية مؤخراً السكن الداخلي للطالبات من أجل تحسين التجربة الجامعية. دفعة جديدة تنطلق إلى سوق العمل بطاقات شبابية، وهي مؤهلة بأحدث ما توصل إليه العلم والمعرفة لاستثمارها في بناء عمان الحاضر والمستقبل. من كلية الشرق الأوسط، أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط. كما احتفلت الجامعة الألمانية للتكنولوجيا بتخريج دفعتها 6 من طلاب الكليات العلمية في مختلف التخصصات. حفل التخرج تناول الجهود التي بذلت للارتقاء بالمستويات العلمية والقدرات العملية للخريجين. 98 طالبا وطالبة احتفل بتخرجهم من الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في تخصصات الهندسة الميكانيكية والبيئية والعمليات وعلوم الأرض التطبيقية والحاسب الآلي وتخطيط المدن والتصميم المعماري، بالإضافة إلى تخرج الدفعة الثانية من طلبة الماجستير في علوم الأرض البترولية وعددهم 7 طلاب. شعور صراحة بعد 3 سنوات من التعب والاجتهاد والسهر شعور لا يوصف، هو مزيج من الفرحة والسعادة والتفاؤل أن أنهينا مرحلة مهمة جدا في حياتنا، بننتقل إن شاء الله إلى مرحلة أخرى. الحمد لله رب العالمين، أنهيت 3 سنوات في هذا التخصص، وكانت فترة يعني ما نقول أنها سهلة لكن فيها صعوبات وفيها شيء من التحديات، والحمد لله أشعر بالفخر أني أنهيت هذه المرحلة. إحنا كافحنا واجتهدنا وبالنهاية نلنا وصلنا اللي نتمناه. الجامعة الألمانية ومن خلال مشوارها التعليمي أطلقت وبالتعاون مع شركة سبينس العالمية برنامج للتعليم التقني المتقدم ومنح شهادات معتمدة لطلبة الهندسة والمهندسين المتخصصين المهتمين في هذا المجال، بحيث تعمل الشراكة على تطوير المهارات الرقمية للطلبة المشاركين في البرنامج الذي يعمل على دعم التعاون الوثيق مع القطاع الصناعي في السلطنة وألمانيا. فخورة جدا بتخرجي ضمن الدفعة الأولى من طلبة الهندسة البيئية من الجامعة الألمانية، وإن شاء الله تعالى كل شيء تعلمناه في الجامعة سيطبق
في مجال العمل وما إلى ذلك. أنا هندسة عمليات، وصراحة يعني شعور أنا ما أقدر أوصفه، يعني بعد هذا التعب لمدة 4 سنين يعني شفت هذه الفرحة اللي أنا كنت مستنياها، يعني شعرت بالتفوق اللي أنا سويته. كثير فرحانين ومبسوطين بهذا اليوم، لأن راح يعني نتوج مع أبعد كل هذا التعب اللي تعبناه بعد 4 سنين. كلمات عديدة صاحبت حفلة التخرج ليختتم بتسليم الشهادات على الخريجين والخريجات في مختلف التخصصات. إضافة جديدة من طلبة وطالبات الجامعة الألمانية، من المؤمل أن ترفد بتحصيلها العلمي والعملي سوق العمل العماني. عبد الله بن خلفان الرمضاني من الجامعة الألمانية مسقط. التعريف بالسياحة البيئية الزرقاء ورفع الوعي البيئي لدى العاملين بالقطاعات والجهات المعنية بالسلطنة أهم ما ناقشته حلقة العمل للنهوض بالوعي البيئي في مجال السياحة بولاية سور. كما طرحت الحلقة مجموعة من أوراق العمل والبرامج التوعوية في مجال الحفاظ على المناطق السياحية. الأهمية الكبرى التي توليها السلطنة للسياحة البيئية والبحرية مكنها من أن تكون في مقدمة دول العالم كأهم وجهة سياحية جاذبة. من هذا المنطلق جاءت حلقة العمل النهوض بالسياحة البيئية والسياحة الزرقاء في محافظة جنوب الشرقية التي تنظمها وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة. تم التعاون مع منظمة القيمة لحماية البيئة البحرية لإعداد هذه الورشة وزيارة الوعي العام عن السياحة البيئية ومدى الاستفادة منها، بما أن السلطنة تسخر بشواطئ يعني ذات طبيعة خلابة. رأس الحد والجنز كانت الوجهتين التي ركزت عليها الحلقة لتكون تحت تطبيق الجانب العلمي بهدف دراسة الخطط المتعلقة بدعم السياحة في محمية السلاحف والمركز العلمي، والتي تسهم في التنمية وتطوير المحميات الطبيعية كوجهة سياحية. تتميز السلطنة عمان بموارد طبيعية مفقودة في أغلب العالم العربي. حقيقة أن هناك موارد طبيعية بحرية وهناك موارد طبيعية برية، الجبال الشاهقة، الوديان اللي موجودة في مختلف المناطق. الهدف الأساسي منها حماية البيئة البحرية من التلوث النفطي، والحمد لله استطاعت المنظمة أن تخلق كوادر بيئية في جميع الدول الأعضاء الثمانية المطلة على المنطقة البحرية. تأتي أهمية النهوض بالسياحة البيئية والزرقاء التي تعنى بالموارد البحرية والأودية والمياه بجنوب الشرقية لما تتمتع به من مقومات في هذا المجال، وضعتها أحد الخيارات السياحية الداعمة للاقتصاد الوطني. يوسف بن علي البلوشي، ولاية صور، محافظة جنوب الشرقية. في الختام هذا تذكير بأبرز عناوين هذه النشرة. جلالة السلطان المعظم تلقى برقية تهنئة من معالي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمناسبة يوم القوات المسلحة. بتكليف سام من جلالة السلطان المعظم، سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد يغادر البلاد غدا متوجها إلى تركيا لترأس وفد السلطنة في مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائي في اسطنبول. سمو السيد فهد محمود آل سعيد يستقبل مبعوث خادم الحرمين الشريفين لنقل تعازي جلالة السلطان الملك سلمان جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو السيد تركي بن محمود آل سعيد. انطلاق أعمال المؤتمر العالمي الثاني لمنظمة السياحة العالمية ومنظمة اليونسكو حول السياحة والثقافة في مسقط. السلطنة الثاني عربيا للسنة الثانية على التوالي في الأمن الغذائي العربي. في ختام نشرتنا هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. إلى اللقاء. إلى اللقاء.